مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مره اخرى. كما تبعتوا معنا الموضوع ديال تهامي بناني، الاطوار ديال الجلسه، وضعنا الفيديو الاول والفيديو الثاني اللي خرج فيه السيد القاضي بالقرار بانه رفض الصلاح، وكذلك يطالب الحاح حضور شهيدتين في الموضوع. الان معايا زينب خيار، محاميه بهيئه الدار البيضاء، غادي نشوف معاك كيفاش الاطوار ديال الجلسه. تبعوا معايا استاذ، اليوم كانت الجلسه، كيفاش شتي الاطوار؟ اليوم الحمد لله اللي كنشكر من هذا المنبر المحكمه الموقره، شكرا جزيلا لانها دارت الامور كلها في نصابها، وكانت عادله حكيمه في هذا المنبر، لانها طلبات الملتمسات اللي التمسناهن احنا هي على اساس استدعاء احضار الشهيدتين عن طريق القوى العموميه، لان المره الاولى استدعت ديك الشهيده اللي توجد بالمغرب استدعاء عادي، ثم عن طريق النيابه العامه مرتين، وثاني اكدنا هذا الملتمس، وفعلا استجابت المحكمه لهذا الطلب بما باستدعاء الشهود ديال المحضر كاملين، مصرحي المحضر، واستدعاء الشهيدين لاخر بنينا عليهم المستجدات، علاش حنا كنطالبوا بالخبره عن طريق الهواتف النقاله، بما فيهم واحد الشهيدين اللي واحد منهم اللي هو هو صاحب النقال والشريحه ديال التامي بناني، اللي هو استدعيناه في ديك الجلسه الفارطه، كما ان استدعينا احد الاصدقاء ديالو اللي كانوا صرحوا عن طريق واحد البرنامج عند الدكتور الناصفي، استدعيناهم باش ياكدوا لنا ويقولوا لنا، لانهم كيقولوا كانوا سيارتين، باش ياكد لنا هذه الواقعه. والدفاع كانت كيلح على وضع المتهمين في حاله صراح ومتابعتهم في حاله صراح، الا ان المحكمه لم تستجب لهذا الملتمس ورفضت الصراح المؤقت. كذلك الساده، اليوم شفنا واحد المساله انه الدفاع ديال المعتقلين تيصرحوا قدام السيد الرئيس انهم تقدموا بشكايه ضد الحياه العالمي. كنت جالسه في الجلسه، شفتي كيفاش شفتي هذا الموضوع؟ تقدموا بشكايه ضد الام ديال تامي بناني. معلوم، لان من حقهم كدفاع، لان اللي كانت شي خروقات دارتها استاذ حياه العالمي، راه من حقهم يقدموا اي شكايه، من حق اي واحد يقدم شكايه ضد واحد، ولكن ما عرفناش اساس علاش بناه، وما عرفتش قالك تشهر ما تشهر، ولكن حنا باقي ما بديناش هذه الشكايه، واستاذ حياتي مستعده تواجههم، وراه تاخذ المسطر مجراه الطبيعي، لان انا ما بانت ليا، لان هذه المراه في حاله ضعف، حاله ضعف، لان اللي فقدت ولدها وهي كتقلب عليه، مات باه بهذه الواقعه اللي اختفى فيها الولد ديالو، زاد عليه درجه المرض ديال السكري، تقطعوا ليه رجليه وجوج، بقات كتراعيه كتمشي تزيد السوايع باش تكمل الدراسه ديالهم، كانت كتمشي تخدم دير الحلوى بيديها، كدير بعد الطريطور، كدير 30 حولي في النهار و30 بسطيله باش تكمل لها الدراري، وكتمشي مازال تقلب على التهامي. هاد المرأة بالنسبه ليا لانها كتطالب بحقها، من حقها تقول اي حاجه، ومن حقها تشكك في اي واحد، ومن حقها تدير الفرصه ديالها وتقدر تقولها تهم شي واحد معين، هذا من حقها، لان اي واحد راه ماشي وشايه كاذبه، ماشي وشايه كاذبه، لانها كتبحث على ولدها وتشكك في شي واحد من حقها، لان الانسان ملي كيتقدم شكايه راه ماشي وشايه، قدمت شكايه مباشره ضد واحد غيتحاكم واخا ياخذ براءه، راه ما عندنا لا ديك الشكايه ماشي الوشايه، كاين الفرق بين الوشايه والشكايه، لان هنا استاذه حياتنا متيقنه منا ما كديرش خروقات قانونيه، سيده متزنه وكامل قواها العقليه وراباصتها، لان المراه ام بحال هذيك راه تنهار ومن حقها تنهار، ويمكن كاع واخا تخرج تسطط هذيك مسموح لها. واحد الاضافه لانكم كنتوا درتوا استجواب مع المحامي الدفاع مشكورا، سالتوه كيفاش الى فيما يخص بان تامي ميت ولا حي، كنتوا قلتوا لي بان
تعهد لكم بانه عمره ما غيدير شكايه. فعلا ما خاص ما عمره ما يديروا بيا شكايه. الام راه في حاله ضعف، والانسان اللي كيكون في حاله ضعف راه تصور منه اي حاجه، لان هي دابا موقف ديال الضعف هو موقف ديال القوه. ولكن يا استاذي انا متفق معك، هو داز هذا الفيديو وكان عطاني وعد، كان قال لي الاستاذ في الفيديو مسجل وكاين في يوتيوب انه قال احنا مره ما غنتقدموا الا تعتبر بالنسبه لنا ام مزيان. ولكن هنا السؤال المطروح، قلتي انت دابا استاذه هم عمره ما غيدعوها، هو يتقدم امام السيد الرئيس والمستشار اللي معاه والنيابه العامه كاينه وكاتب بالضبط كيسجل وقال تقدمنا بشكايه ضد الام في اطار التشهير. فعلا قال بان تقدمنا بشكايه ضد حياه في اطار التشهير، ولكن حنا باقي مع هي السيده حياه ما تبان لها حتى بشي حاجه، وراهي مستعده لاي حاجه، لان مادام دخلت لهذا الملف اللي هو واحد الحجم كبير، اللي هي ضحيه في هذا الملف، لان هي المظلومه، هي اللي طيح لها الضيم، هي في هذه حاله الحقره. ما يمكنش انسان يكون باقي في حاله الحقره وانت تنوض تخلق لي مشكل اخر. انا كنتمنى ديك السيده اي حاجه صدرت منها راه معذوره، عندها واحد العذر كبير، لان ما لا يعقل شي واحد يبقى بعقله بعدا، بقى بعقله في الحاله ديالها هي، لان صبرات ونعضلات، قطعت صبابطاق، قطعت حوايجها، بدلت جلبها، لدرجه انها كانت خلاص كتمشي تعسر في بلاصه دير راسها طلابه دير راسها، هذا باش راه صعيب، راه صعيب، هذا راه فيلم وطويل 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 اللي لعبت الدور ديالو هي. دابا بارك عليها، بارك عليها، اللي فيها راه يكفيها. سؤال اخير اللي عندي، انه هي ما حضرتش اليوم، وعدد كبير من المغاربه كيطرحوا هذا السؤال، هي ما حضرتش في الجلسه السابقه وما حضرتش في الجلسه ديال اليوم، نتمنى ان يكون خيرا لها. يعني الى عندك استاذ معلومات علاش ما حضرتش؟ ما حضرتش الجلسه ديال اليوم، هذا الشيء لان نظر لانها كانت مشات في واحد الوقت اللي كانت باغا ترجع في واحد الوقت ديال شهر تاريخ الجلسه، الا انها ما تمكنتش من ذلك، لان اتصلت بجمعيات تما، دارت محامين تما، دارت لها الجاليه، دارت لها الحقوقيه، دار لها محامي على اساس جابت العناوين ديال دوك المشكوك فيهم اللي هما مشتبه فيه من اللي كانوا مشاو لكندا، كلهم العناوين ديالهم، والمحامي وعدها بانها طاد من المحكمه ويقدروا يجيبوهم باغ الانتربول. وهي من ناحيه اخرى، الناحيه الماديه ديالها متضعضعة، لأن ما قاش الطيارة في واحد الثمن اللي هو بخص، كان غالي جدا ماشي في استطاعتها. لهذا السبب راه هي غتجي إن شاء الله نهار 29 في الشهر تكون هنا باش تحضر الجلسة المقبلة إن شاء الله. أستاذة شكرا لك، الله يوفقك في المهمة يا ربي. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا مجموعة من الأسئلة تطرح في الرأي العام، حنا مجبرين باش نطرحوها بطبيعة الحال. اللي مستجد اللي كاين هو الدفاع ديال المعتقلين، تقدموا بشكايه تحت عنوان تشهير ضد حياه العالمي. استاذه جوتنا وكذلك سبب الغياب ديالها. مشاهدينا الكرام، نحن على تتبع حيثيه الملف، وسوف نوافيكم دائما بالجديد فيما يخص كل جديد في قضيه اين هو التهمي بناني. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.